رحمة الله أحبتي في الله وزوار صفحاتي المتواضعة. اليوم غنقدم لكم أرز بريستيج بعصير الأناناس، كيجي راقي وزين. هو هذا اللي وجدت مع اليوم. إذا تابعوا معايا التفاصيل وطريقة تحضير هذا الأرز الشهي اللي كيجي رائع جدا وراقي. الى عجبتكم صفحه ديال اليوم، الحلقه ديال اليوم، ديروا جيم وبارطاجوها مع اصحابكم وني بكم. نبداو طبقنا ديال اليوم. غادي الارز بريستيج اللي نعدلو بالاناناس. انا هون دوبل المقادير، انا غنعطيكم الوصفه الاساس، المقادير الاساس، وانتم اللي بغى يدوبل واللي بغى يعدل الوصفه الاساسيه يعدلها. بالنسبه للمقادير، عندنا حاجتنا في الدجاج، حاجتنا في العنب اليابس مرقد في الماء، حاجتنا في مارو الارز يكون ماركه زينه، ملعقتان عسل عادي ولا العسل الاصيل الحر، انا هنا عندي اللي العادي، معلقه كبيره من صوص صويا، صوص صوجا، ملعقه كبيره من الهريسه الحاره، ملعقه كبيره من صوص كيتشوب يكون باربيكيو، ما كاينش باربيكيو نديرو الكيتشوب العادي، معلقه كبيره من الموطارد، نص كاس عصير الاناناس، العصير الماء السائل اللي كيكون مع الاناناس معلب، زغبات من الزعفران الحر، معلقتان كبيرتان من الزبده، سكنجبير والخرقوم، ابزار وملح. بالنسبه للطريقه، انا بالطنجره بالضبط بالنسبه للعناصر التزيين غنعاتهم لكم من بعد. كنديروا فيها الدجاج ديالنا، كنديروا معاه العناصر كامل مره واحده، ديروا ملح بزاف، ديروا العسل، صوص صويا، هريسة. الفكرة هذا ماروكي يجي رائع ممتاز. خرقوم وسكنجبير، زعفران، شعرة، حاولوا نحكوهم بين يدينا، عصير الأناناس، ثم صوص موطارد، ثم صوص كيتشوب باربيكيو. نخلطوا العناصر مزيان مع الدجاج، غنقفلوا عليها الكوكوت، نديروا الصفارة ونديروا هاد الطيب على نار مهيلة، على نار قليلة جدا، وخلوها ابتداء من تصفر. نتمو مرة مرة نحركوها، نحركو طنجرة الضغط ونحسبو لها 20 دقيقة، من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة، القدر اللي يطيب لنا فيه الدجاج، ونرجع لنا عليكم طريقة طياب الأرز. طريقة الأرز عندنا، غادينا أول خطوة غادي نقعدو نديرو القدر ديال نص كاس ديال نص كيلو ديال المارو، غندير فيها نص كاس ديال الزيت، بما أني أنا دايرهم كيلو دايره كاس ديال الزيت. غنديرو معاها شارتين ديال الزبدة، تكون من نوع ممتاز. صافي نحلو حتى الذوب وسحنا، ونخلو فيها مارو، ونعود نزيدو بالملح حامي، كياس ديال الملح حامي والملح، كياس ديال الملح. صافي كنديرو يطيب،
تحركوا الزبده حتى تذوب مع الزيت ويحمي الزيت مزيان. نرجع لكم منين حملنا الزيت مع الزبده. كنديروا مارو مارو هنا انا غسلته الارز انا هنا غسلته ودرت فيه السكر كيف كتشوفوا. نديروا كان الطريقه شنو هي. كنديروا كندير معاه الملح فقط كاس اللي غادي اللي غيمل الحليب كاس اللي غيمل الحليب مارو الكاس غادي من الحليب مارو فقط وغنتم نقلبه الى يتحمر نعاود نزيد الماء الحامي ونخليه يطيب. انا نبقى نحركو لين يتحمر ونعاود لكم كنعاود منين تحمر لنا مارو ديالنا الارض ديالنا خاصو يعود بهذا بهاد السمك هذا ما هو محروق ولا هما اللي عود لونه ذهبي. كنزيدو الماء الحامي نزيد الماء الحامي نتابعو في المرحلة هذي نتابعو لأن كنزيدو الماء على قليل. غندير القياس ديال الماء اللي غيطيب لي فيه مارو وغادي نغص عليه بوالو ونخليه يطيب على خاطرو بالشور عليه. هنا راه يضغط الملح وضغط الملح دابا غادي نزيد الماء. ردوا بالكم مع هاد المرحلة ايوا عشتي صافي. انا غنغص عليه لين يطيب لا ينشف مارو. غادي نزيد له العنب اليابس باش يطيب على داك الفار اللي في مار. نخلي نغطيه ونخليه من بعد نرجع لكم. كان منين شفنا مرحلتنا في الطاب منين نشوف نوصل هاي المرحله نزيدوا له العنب اليابس من الفوق ونخلوه يطيب طيب على الفار. بالنسبه للدجاج ديالنا ها هو وجد الدجاج ديالنا ها هو وجد كيف كتشوفوا طاب. غادي نحيدو نخليه حتى يبرد ونحمرو في الفرن. غنعرفكم باش كندهنو. بردنا الدجاج ديالنا غادي ندهنوه بخلطة ديال الزبدة مذوبة وشوي من المطار وشوي من الكيتشوب نخلطوهم وندهنو بهم الدجاج ديالنا ونديرهم في الفران حامي مسبقا. انا غنحمر الدجاج ديالي ونعاد لكم طريقه التقديم. بالنسبه للتزيين هنا اناناس درت الكراميل ودرت السكر اللي درت العسل اللي معاه الكراميل ودرت درت له لوز فيلي محمر. هنا بالنسبه للتزيين كيبقى حسب الرغبه ولكن الاساس هو انك تزوقيه تزينيه بالاناناس على اساس انه هو اساس الوصفه. يلا انا غنخلي لكم دريك نخلي الدجاج يتحمر مارو راه وجد ونرجع لكم للطبق النهائي.